رغم ضيق وقت التصوير تواجدنا مع أبطال مسلسل كراميل في الكواليس وشهدنا معظم لحظات استعدادتهم للتصوير. كاميرا عربود اخترقت اكسكلوسيف كواليس مسلسل كراميل، والتقينا بالنجمة ماجي بوغصن. في قصة غريبة عجيبة، المشكلة بكراميل والشي اللي كتير حلو بكراميل انه ما بنقدر نعطي ولا هنس عن المسلسل. لغز فكرة رائعة كتير جديدة وكتير حلوة بدور حول المسلسل كله، واكيد كل شخصية إلى قصتها وإلى الخط تبعها، يمكن كل شخص بيحكي عن الخط تبعه إلا أنا ما بقدر. الفنان ميشيل بو سليمان بيقدم دور مميز وجديد في مسلسل كراميل. هو لايت كوميدي، يعني سيريو بس كاركتيره كوميك، يعني الطريقة اللي بيحكي فيها الكاركتير مخترع له شيء جديد، أنا ومغير الشكل شوي. كراميل هو مسلسل رومانتك كوميدي من بطولة ظافر عابدين، ماجي بوغصن وإخراج إيلي حبيب ومن إنتاج جمال سنان. احنا لقينا انه في نقص بالمسلسلات الرومانتك كوميدي اللي هالسنة مفروض نركز عليها، لأنه العالم زهقت كل سنة بكي وزهقت انتقام وزهقت خيانة. بدي حدا يخونني بالمسلسلات، أنا بدي خونن. كون ماجي زوجة المنتج جمال سنان، هل بيؤثر على حقوقها المادية؟ لا أنا أكيد مش هيدا المنطق، لأنه أكتر من حقوقي بكتير 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 دايما بتكون واصلتني بلا ما أعرف وبلا ما أفكر وبلا، أكيد بيني وبين جمال ما فيها الأشياء أبدا أبدا. ماجي بتراجع دورها كويس جدا قبل التصوير. ألف مبروك، وبرجع بقله بدي أقلك شيء، بني مرتاحة لهيدا الشاب. بيقول لي ليه؟ بقول له حدس. كانوا بتطلع عدس. أنا بقرأ المسلسل 3 مرات فبكون كله براسي، وتقريبا بحفظ أنسات، ما تخبروا حدا.